متابعي موقع طنجاوي الأوفية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم هو: واش عمرو شي واحد قال لك شي جملة اللي بغى يحقرك بها ولا يطيح من القيمة ديالك؟ خليكم معنا. عمو ديالي غنسقسيك، واش سبق لك شي نهار شي واحد قال لك شي جملة أولا شي كلمة اللي جرحاتك؟ بزاف. بحال ايش مثال؟ كانوا كيتعدوا علينا، ما حنا يتامى عرفتي، وعيشنا يتامى وباقي عاد يتامى، ومات لي واحد المرأة غير في هذه الجملة هذه، وانا دابا بحال مليوح، انا مليوح مليوح، العواو المسيبين انا مسيب. يعني شحال ايش الهضره اللي كانوا كيقولوا لك اللي كنتي مثلا كانوا كيجرحوك؟ فحال ايش كانوا كيقولوا لي كسرق ولا كدير شي حاجه، وانا ما كنسرق والو، فهمتي؟ وهذه هي الجرحه الكبيره، وحنا بوبريا مومني كنت عندو حتى على شي واحد. يعني حيت كنت يتيم عليها كانوا كيقول لك كتسرق؟ يتيم. اش كيقول لك انت شبارش، كيقول لك انت الحرام، كل واحد كيفاش كيقول لك. الناس هذوم اللي تسمى كيجرحوا بنادم، وديك الجرح ما كيبراش، كيبقى ضد بنادم، وخا تنساه ما كيتنسالكش. داك الناس اللي جرحوك واش تقدر تسامحو؟ ايوا المسامحه. دابا اش غادي نقول لك؟ المسامحه، ربي هو اللي كيشوف كل شيء. انا مشيت تنفس وما تحكرت يا خي، طلعت تنفس تعرطوا لي بالسيوف او الشواقر وما كلاتلهمش، والله ما كلاتلهم اخي قسما بالله. وهاداك معاهم تقادعت معاهم وكذا وهاداك، وربي رضات الوالدين بلا ما نقول. هاديك غير شمتة، انا طلعت نتفرج بارديدو وكذا، وهاديك تلعب اتحاد الباسكيت وكذا، هادي فهمتي، طلعنا تفرجنا. مي خرجت انا عطيت لك انا نخرج على رجلي باسيو، فهمتي؟ نخرج باسيو على رجلي، هما بحال نقول لك من هاد الشريعه دوك واحد الربيع من دياد اللي نداروا طنجاوي، ومعايا انا لابس اتحاد، لابس تاكيد اتحاد. كنعاودوا لك اخي ديالي في شي 2015 2016 فهمتي. يعني بغاو يحقروك ديك الساعه؟ بغاو يحقروني بربعه بهم، واحد مننا واحد مننا واحد مننا. خليك عقرب لعندي شي شيء. واحد مننا واحد مننا كيقول لي طنجاوي لابس تاكيد اتحاد. قلت له واش عندك ما عجبتك شي فوسط 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 فاس فوسط حومه ديالهم؟ وما علينا، داروا بيا شي بالجاج شي بالطويل شي بكذا، كيبغي شي كنخويلو كيبغي شي كنخويلو. وصدق ما جا فيا حتى واحد، وصدق واحد ربي جاب لي واحد ولد الناس تلقاني قال لي عندك العشير وكذا. وصلنا المحطه وما داروا بيا، قالوا لي دابا عاد واحد طنجاوي تسرق. قلت لهم هو يلا على الدماري يلا. شكرا بزاف، بارك الله عزيز عليا والله. الا كنشوفك في كنشوفك في اللايف دائما نتبعك، وكنشوف السوق الداخل كنشوفك فكا رحم والدك الله يسلمك، وسقسيتي من العبيه ديالنا دبد الشاوني الشاوني وكذا، كنشوفك من الاخوه ديال واش قلتي عليا بعدا الله يا اخي. هو اللي شتي عندك نهار د العيد صح كتعما قندوره حمراء الله يا اخي. واحد واحد النهار كنا مريحين انا وحال الشيور ديالي، كنا مريحين وشني اسمك اديس سيليزيون شي بلاني، وساعه زك مني قال لي واحد اللقطه قال بدا يقول لي الشمكار هذه قاص فيا ديك الساعة من تما، قاز اسمو دوك بقيت كندارو في عقلي داكشي كيألم السلامة. يعني واش هو البلا واش هو اللي بلاك ولا كيفاش؟ دابا هو اللي بلاني، بدا كيقول لي الشمكار في الله في الدنيا ما مسامحلوش، في حق الأخيرة مسامحلوش. في الدنيا باقي قلبك عامر كرفان بحال يزاد. مثلا شي واحد قال لك والله لا عملتي شي حاجة ولا لا طفرتي؟ كيقولوها لنا بزاف أخاوة الصراحة، والله الا بحق باقي ما طفرنا والله الا باقي ما طفرنا. قالوا لك والله ما طفرتي باقي ما طفرتي، باقي بحق غنطفروا ان شاء الله. هذه هي الحاجه اللي شي حاجه اللي تقالت لك صراحه الله، شي حاجه اللي ما تنساهاش اللي جرحاتك بزاف اخاوا صراحه. بزاف كيقولوا لنا فحال هذا الدور هذا، بالحق ان شاء الله غنبدلوا راسنا ان شاء الله، تكون شي حاجه احسن ساعه يتفكر الهضره اللي قال لي نمل بها ان شاء الله. يعني هذاك اللي كان كونطرا عليك عاد خلي واحد النهار يصفق عليك ان شاء الله. الله يرحم والديك انتينا فهمتيني نيش. وحتى انايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم، كان معكم ايو جواري ومور كاميرا صفيه العشاب، نتلاقاو حلقه جديده وموضوع جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.